تحية سام سيدي كبير، وماذا نرى لهذا السام الذي ما زلنا نتداول تحت منطقة العرض قوي جدا، وده كان الهدف بتاعنا واللي كان هدفه النهاردة كان محظوظ. طيب هل السام ممكن يعمل قمة جديدة؟ أنا شايف إن السام هيعمل قمة جديدة، أعتقد إن السام لسه ممكن يعمل قمة جديدة، ولكن المناطق دي مناطق يتخاف منها صراحة. لو أنا جوه السام ده المفروض ببحث عن إيه؟ المفروض لو أنا قلت إن ده ضلع تصحيحي وهبط بيا كل هذه المستويات، وصعدت على شكل A B C ونزلت عملت الضلع B، واعتقد ان ده بداية انعكاس تاني او بداية الموجة التانية. طيب المفروض ببحث عن الهدف التصحيحي بتاعي ازاي؟ هاخد القمة والقاع اللي تشكلوا عندي من الموجة دي، اسف، هاخد القمة والقاع اللي تشكلوا عندي من المنطقة الانعكاس دي، وابحث عن ايه؟ ابحث عن ضلع يساوي 100 فيبو من المستويات دي. الاقي نفسي رحت عند المنطقة دي بالظبط، وعند منطقة العرض القوي. طيب الموجة الثالثة أو الموجة سي، آسف، وهي جاية على شكل خماسي، عملت لي 1 2 3 4 5، وأعتقد ده مناطق يتخاف منها في سهم سيدي كبير. أنا بقى حاليا المفروض جنيت أرباحي في سيدي كبير من عند منطقة العرض اللي إحنا قلنا عليها، اللي كانت ما بين مستويات ال 28 لحد مستويات ال 29 جنيه، والمفروض بقى أنا قاعد أتفرج أشوف هيكلية التصحيح القادمة واللي هيوديني فين لأبويه، لأن حتى على سهم سيدي كبير، لأن حتى الآن لو أنا جوه سهم سيدي كبير أنا بتعامل معاه على هذا السيناريو حتى الآن، لأن أنا مش هقول أنا إيجابي خالص إلا لما أشوف يعني مشهد إيجابي. أنا بتعامل إن ده A ده B ده C وده فلات، وما زلت بنتظر تصحيح لكل هذا النموذج أو تكملة في المسار الهابط، وأشوف بعد كده موجة خماسية من المنطقة دي، وبعد كده استهدف الشراء مرة أخرى. يعني بمعنى صح هيكلة التصحيح القادمة بالنسبة لي هي اللي مهمة، ولكن أنا ما أدعوش حد يدخل في سيدي كبير من المستويات دي. المفروض لو أنت في سيدي كبير والمفروض تجني أرباحك من المنطقة اللي إحنا قلنا عليها دي، وما زلت شايف إن سهم سيدي كبير هذا صعود حتى الآن، ده صعود تصحيحي وليس صعود اندفاعي، وبالتوفيق.